اتفاقيات جديدة بين مسد وأحزاب معارضة، لنتابع المساهمة في حل الأزمة السورية. بالتالي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية في موسكو نهاية شهر آب من العام الماضي، بدأت تلوح في الأفق بوادر اتفاقيات جديدة بين مسد وأحزاب معارضة أخرى التي تخدم مسار الحل السياسي. عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية سنحريب برسوم قال إن هناك اتفاقيات مشابهة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع حزب الإرادة الشعبية ستتم مع أطراف سورية أخرى، مضيفا أن مسد يقوم بجهود لفتح قنوات الحوار مع جميع أطراف المعارضة السورية للوصول إلى التوافقات التي تخدم مسار الحل السياسي. برسوم ناشد كل الدول المعنية ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أن يكون هناك تمثيل عادل لكل الأطراف السورية في الحل السياسي، واصفا الشكل الحالي من المفاوضات فيما تسمى باللجنة الدستورية بغير العادلة والتي لن تجلب الحل الكامل لسوريا. أعتقد من جانبه أرجع ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر سيهانوك ديبو سبب تعثر العملية السياسية في سوريا إلى عدم خروج أي بنود واضحة عن هيئة التفاوض لحل هذه الأزمة حتى الآن، وأشار ديبو إلى أن النظام التركي مستمر بمنع مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في جلسات اللجنة الدستورية في جنيف لينفرد بقرار المعارضة التي باتت رهينة لتوجيهاته. وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت آخر اجتماع لها في تشرين 2 نوفمبر الفائت دون أن تسفر عن أي نتائج تغير من واقع الحال. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن الدكتور زارة صالح، كاتب وأكاديمي. مساء الخير دكتور زارة، وأهلا بك دوما ضيفا في حديث اليوم. إذا دكتور، مسد تتحدث عن اتفاقيات جديدة بينها وبين أحزاب سورية معارضة أخرى، ما طبيعة هذه الاتفاقيات برأيك؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن الموضوع ليس بجديد، يعني مسد كما جاء في تقريركم كانت لها زيارة إلى موسكو وكان قبلها في القاهرة اجتماعات ولقاءات في خلال ضمن فترة العام الماضي والفترة المؤخرة، يعني التي تهدف إلى تشكيل إطار عن ضمن إطار هذه التشكيلات لتلك المنطقة وتوسيعها. بتقديري هناك نقاط إشكالية حول الهدف من تشكيل إطار سياسي، يعني هناك نقاط كانت سببا لعدم وجود رؤية وطنية سورية، مشروع شامل يضمن حقوق الجميع. يعني أولا النقطة الأهم هو شكل الدولة السورية الذي هو مجال محل اختلاف، والموقف من القضية الكردية في سوريا، وكذلك الأجندات، يعني هذه الأطر المعارضة تأثير الأجندات الإقليمية والدولية عليها، وإضافة إلى العامل الأهم هو التفاهمات الدولية وتحديدا التفاهمات الأمريكية الروسية التي ستحدد شكل ومسار الحل السياسي. بتقديري أي إطار تشكيل أي إطار يجب أن يعتمد على هذه النقاط المبدئية، كما ذكرت شكل الدولة في سوريا التي يجب أن تكون فدرالية اتحادية، والموقف من القضية الكردية، لأن وقوع يعني استبعاد مسد من اللجنة الدستورية ومن هيئة التفاوض كان بضغط تركي، وهو يعتمد في أساسه على الموقف من الكرد، من القضية الكردية، لهذا جرى ذلك. يعني أطر وهيئات المعارضة السورية عمليا أصبحت منتهية الصلاحية لأكثر من سبب، لأن أولا لأنها تبعت أجندات إقليمية ودولية أولا لا تخدم المصلحة الوطنية السورية إذا تحدثنا عنها، وثانيا هي يعني الكل بحث عن أجندات شخصية ونرجسيات شاهدناها. لهذا بتقديري هؤلاء الذين أيضا يعني بالنتيجة من خلال هذه السنوات ظلوا خارج هذه الأطر، الآن يبحثون عن أماكن، يعني عن إطار جديد، لكن بتقديري بناء أي إطار يجب أن يعتمد على هذه المبادئ التي ذكرتها. نعم. وبتقديري المناطق الكردية والقوة العسكرية والأحزاب السياسية الموجودة منذ عشرات السنين هنا
يمكنها أن تعتمد على تشكيل إطار، وتكون مبادرة لتشكيل إطار جديد يعتمد وفق هذه المنهجية والمبدئية في تحديد شكل سوريا المستقبل، ستكون أكثر فعالية. يعني مثلا يعني طيب حول هذه النقطة، عفوا على المقاطعة، يعني بالحديث أيضا عن المعارضة، ما مدى تجاوب الأطياف المعارضة مع ما تقدمت به مسد من خلال طبعا الاتفاقيات التي أشارت إليها وما تسعى إليه برأيك؟ بتقديري يعني تحركات مسد في الفترة الأخيرة يعني التي شملت حزب الإرادة أو بقايا من هيئة التنسيق، تيار الغد، منصة القاهرة، شخصيات مستقلة، كل هذه الشخصيات يعني المنشقين عن بعض الأطر الأخرى سوف تبحث عن إطار جديد. يعني قد يعني لكن الإشكالية تكمن في الموقف من هذه القضايا الرئيسية. يعني بتقديري يعني مسألة هناك محاولات حثيثة من قبل مسد هنا، لا قد لا أتفق مع هذه المنحة لإشراكها في اللجنة الدستورية وهي تفاوض، ولكن بهذا الشكل القائم الذي اعتمد أجندات تنفيذ أجندات إقليمية ودولية لن يكون فاعلا يعني بهذا الشكل. يعني لأن مثلا على سبيل المثال مثلا التمثيل الكردي في هيئة التفاوض هو يعني قد يكون 1%، يعني لا يمكن قبول مثلا لتمثيل 3 أو 4 مليون من الكرد ضمن هكذا وهكذا. يعني بتقديري يعني الأولوية تكمن في بناء هيئة، بناء منصة أو إطار سياسي كردي، ومن ثم ضم مكونات المناطق الكردية أو مناطق شرق الفرات فيما يسمى ضمن هذه الأطر، ومن ثم البناء رسم ملامح شكل سوريا المستقبل وفق أسس سوريا دولة اتحادية، وكافة الأطر التي تتبنى هكذا رؤية سياسية يمكنها الانضمام إلى هذه الأطر التي ستحدد بشكل عام تحديد سوريا، شكل سوريا المستقبلي. ولا هنا يجب أن يكون ضمن التفاهمات الدولية، خاصة ما سنراه من استراتيجيات إدارة بايدن القادمة، لأن ستكون مختلفة كليا عن ما جرى في الأربع سنوات الماضية ضمن إدارة دونالد ترامب. طيب الحديث يدور في الأوساط السياسية عن تشكيل جسم سياسي جديد بعد هذه الاتفاقيات أو الاتفاقيات التي ستحدث، ما نسبة نجاحها برأيك؟ بتقديري هناك مسعى، يعني سيكون هناك، كان هناك سابقا حديث عن مسعى أمريكي لتشكيل إطار جديد الذي سوف يبدأ من المناطق الكردية، يعني أي أساسه يكون ضمن مناطق الإدارة الذاتية من خلال بدء بالحوار الكردي ثم انضمام بقية المكونات والأطر. إلى هذه استراتيجية أمريكية كانت يعني ملامح نظرية، لكن أعتقد بتعيين بريت ماكغورك ضمن فريق إدارة بايدن هذه الاستراتيجية ستكون ملامحها ستتوضح أكثر. ومن هنا بتقديري أنا أرى بأن من المجدي أن ينتهي الحوار الكردي بشكل سريع ويبدأ عملية بناء إطار جديد، منصة جديدة تبدأ من قامشلو. يعني لماذا لا، يعني لماذا دائما ننتظر الآخرين في أن يبنوا هيئات ثم ننضم إليها هكذا؟ يعني أقصد المكونات الإداء المناطق الكردية، يعني يعني هناك شخصيات بمفردها شخصيات واحدة، ليس لديها حتى حزب أو رصيد جماهيري تمتلك أضعاف مكونات تلك المناطق الكردية. إذا تحدثنا عن الكرد مثلا فقط، يعني هنا يعني أمور يجب أن نكون أكثر براغماتيين وعمليين. يعني التجربة السورية خلال 10 سنوات باتت يعني الأمور أكثر وضوحا فيما يحدث اليوم. ولهذا
يجب أن نضع نقاط على الحروف في حول تشكيلة إطار جديد. يعني في بما تفضلت وقلت الوضع وضع النقاط على الحروف، في حال تم هناك وضع أطر جديدة كما تفضلت وتحدثت، أيضا بناء جسم سياسي جديد، يعني هذه النقطة كم تشكل من عامل ضغط على الحكومة السورية وأيضا ما يسمى بالائتلاف الذين طالما رفضا الحوار مع طبعا مع المكونات في شمال وشرق سوريا مع مسد أيضا ورفضا اللجوء للحل السياسي، كم يشكل هذا ضغط أو عامل ضغط عليهما؟ بتقديري يعني إذا نجح هذا المشروع بإدارة بايدن سيكون له وزن، يعني سيكون مركز الثقل المعارضة السورية، يعني بشكل سينطلق من هنا، وتدريجيا سيتم عزل أو استبعاد حتى إذا لدرجة أكبر فيما بعد للائتلاف الذي هو أصبح عمليا إحدى أدوات الاحتلال التركي عمليا. والنظام كما نعلم بدوره هو روسيا وإيران هما الناطقين الرسميين باسم النظام. ما الرد المتوقع منهم؟ المتوقع بأن ملامح التفاهمات الأمريكية الروسية ستتحدث فيما بعد في الأيام الأشهر القادمة. وبتقديري قد تكون هناك تفاهمات أمريكية روسية حول سوريا، وأعتقد هذا هو الأرجح في هذه المعادلة، وتدريجيا تهميش دور الائتلاف والدور التركي مستقبلا في مستقبل الحل في سوريا. ولهذا أمريكا ستبحث عن إطار جديد سيكون أساسه مناطق النفوذ الأمريكية التي هي مناطق الإدارة الذاتية هنا، ومن المنطق أن تقرأ يعني القوى السياسية الكردية ومكونات المنطقة هذه المعادلة والعمل ضمن هذا الإطار لكي يبنى على أساسها تشكيل أي إطار. يعني الأطر المرحلية والسريعة لن تكون ذو استراتيجية مفيدة في إطار بناء إطار سياسي عام يكون له دور فعال في رسم والمشاركة في مسار الحل في سوريا كما نعلم، ويجب أن يكون ضمن إطار التفاهمات الدولية وما سينجم عن التفاهمات الأمريكية الروسية التي هي ستكون الفصل في تحديد حتى شكل الدولة والدستور السوري. يعني هذه اللجنة الدستورية الحالية هي مجرد مضيعة للوقت، و يعني 4 جولات ولا لش، يعني عمليا العودة إلى نقطة الصفر يعني غير مجدية. نعم، جزيل الشكر لك على المشاركة وكل هذه الإيضاحات دكتور زهرة الصالح كاتب وأكاديمي، كنت معنا مباشرة من لندن. مشاهدينا فاصل ونعود.